أمراض الأسنان واللثة تمثل مشكلة كبيرة حق كثير من الناس، لكن بهذه الفقرة راح نركز أكثر على كبار السن ومعاناتهم مع آلام الأسنان وأمراض اللثة. ضيفنا الدكتور أحمد عباس كروب، استشاري أمراض وجراحة اللثة وزراعة وتجميل الأسنان، راح يكلمنا عن هذا الموضوع أكثر وشلون نهتم بأسناننا خاصة خلال هذه الفترة وفي فترة الصيف. حياك الله دكتور معنا. الله يحييك، شكرا لكم على استضافتي في هذا اللقاء الجميل. شكرا لك دكتور. دائما ما الإنسان مع تقدم العمر وخلال مثلا خلينا نقول العادات السيئة اللي مارسها يوميا ممكن أنه هو تسبب له أمراض في اللثة، لكن حابين بداية نركز على موضوع زراعة الأسنان، كلمنا عنه أكثر. طبعا هذا موضوع كبير، احنا راح نحاول ان نعطي نبذه ولو بسيطه ان شاء الله حق المشاهدين، ونرجو ان هذه المعلومات ان شاء الله تفيدهم، ويعني هذه راح تساعدهم ايضا في علاج المشاكل المتعلقه طبعا بالنسبه حق زراعه الاسنان. نعم. احنا طبعا بدايه نحب نعرف شنو هي زراعه الاسنان، لان هذه هي الاساس. طبعا زراعه الاسنان تعريفها بشكل عام ان احنا نحاول نعوض السن المفقود. نعم. والتعريف ايضا في تخصص اكثر، نحن نحاول ان نعوض الجذر المفقود. نعم. طبعا احنا اذا عوضنا الجذر اللي هو عباره عن زرعه الاسنان، تتم في المرحله اللي بعدها هو التركيبات، ويتم اضافه السن للزرعه. نعم. وفي هذه طبعا يكون طبعا متكامل الزراعه مع التركيبات ليعوض السن الذي تم فقده بالنسبة حق المريض. نعم. بس أنا أحب دائما أتكلم لما أتكلم عن زراعة الأسنان أحب أن يعطي بعد تاريخي للزراعة. نعم. لأن اليوم إحنا الناس يتوقعون أن زراعة الأسنان هي علم جديد، وهي حديث. بالحقيقة مو علم جديد، يعني قديم وصار لفترة طويلة. نعم. طبعا اليوم في الوقت الحالي طبعا هناك طفرة كبيرة في علم زراعة الأسنان. صحيح. لكن إذا نظرنا إلى التاريخ البشري بشكل عام، ننظر إلى أن الإنسان حتى في سابق آلاف السنين حاول أنه يعوض الأسنان عن طريق الزراعة. فلذلك اليوم نلاحظ أن في بعض الأماكن بعض الأحفوريات اللي تم وجودها وخصوصا في فرنسا، لاحظوا أن هناك كان في أحد الأحفوريات لوحدة امرأة. نعم. ترجع إلى 2300 سنة، ولاحظوا أن هناك محاولة لتعويض سن مفقود اللي هو زرعة أسنان. فطبعا المواد اللي كانت موجوده 2003 هو نفس المواد اللي موجوده أكيد. الحين، فكان هناك استغراب شلون يعني اسنانها متكامله الا الضرس هذا كان يعني نحت من الحديد. نعم. زين، وحاولوا ان يسوون شكل زرعه اسنان، فطبعا الاستغراب كان من العلماء انه لا يمكن، لان هذه العمليه انه يحطون الحديده هذه في الضرس طبعا تسبب آلام شديدة. صحيح. ما في الأدوات ولا الأشياء اللي متوفرة عندنا حاليا. نعم. رغم اثنين، قد هناك يكون يعني تفاعل من جهاز المناعة لأن الحديد ما يتقبل الجسم. بعدين طبعا مع الدراسات لاحظوا أن لا، أن هناك كانت طقوس أن الإنسان عندما يموت يحاولون أن يظهروا في أحلى صورة، لذلك بعد ما ماتت هذه هم يعتقدون ركبوا هذا لها الضرس. ركبوا لها الضرس. فأنا ليش أنا قاعد أعطيها البعد هذا؟ لأن أنا قاعد أقول أن الإنسان فكر فعلا أنه يعوض الأسنان، ولا ننسى أن الناحية الجمالية وإن كانت في طقوس معينة عندنا في يعني في آلاف السنين، ولكن تبقى الفكرة الأساسية هو تعويض السن. نعم. وتعويضه من الناحية الجمالية وأيضا من الناحية العملية للمضغ وكل شيء من هذا. إحنا اليوم طبعا وصلنا إلى مرحلة في العلم شيء متطور من ناحية يعني عمليات زراعة الأسنان، المواد المستخدمة. نعم. الأجهزة، حتى لازم يعني الشيء الأساسي هو الألم طبعا. نعم. هذا شيء وايد مهم، لأن الناس اليوم يعتقدون أن أهم شيء يفكرون في الأسنان بشكل عام هو الألم. صحيح. هل بيحوشني ألم؟ صحيح. طبعا الألم في له مراحل. زين، الألم أول شيء الألم، هل راح يحوشني ألم خلال العملية؟ هل راح يحوشني ألم بعد العملية؟ تمام. وش كذا راح يطول الألم؟ نعم. فهذه أسئلة طبعا وايد مهمة أن احنا نشرحها حق الناس. صحيح. فأنا الحين هذه نبذة بسيطة عن طبعا زراعة الأسنان ومن وين بدت وإلى أين وصلت اليوم. نعم. زين دكتور، هل يعتبر عملية زراعة الأسنان هي الحل الأمثل لعلاج هذه الحالات تحديدا؟ يعني ماكو حل بديل غير الزراعة؟
لا طبعا هناك حل بديل، ولكن السؤال هذا وايد مهم لانه ودائما يتردد، هل شنو الحل الامثل؟ طبعا انا اقول لك الحل الامثل هو زراعه الاسنان، اذا تم فقد سن تعويضه من خلال زراعه الاسنان، وايضا هذه من خلال الدراسات ان زراعه الاسنان تعوض الاحساس الطبيعي للسن الطبيعي بما يقارب 80%. نعم. ما في اي شيء ثاني يعوض هذا الاحساس. نعم. هو زراعه الاسنان تعوض هذا الاحساس. الحين هل هناك بديل؟ نعم هناك بديل، تركيبات الثابته او المتحركه. طبعا هذه احنا اليوم نحاول كثر ما نقدر ان نحل السن المفقود عن طريق زراعه الاسنان. الزراعه الثابته لها مشاكلها، الزراعه المتحركه لها مشاكلها. اليوم زراعه الاسنان حلت المشاكل هذه اللي موجوده، ولكن يبقى مو دائما نقدر نسوي زراعه الاسنان. هناك في بعض الحالات المعينه نتردد في عمليه زراعه الاسنان ونفضل. مثل دكتور؟ ممتاز. على سبيل المثال اذا كان هناك شخص عنده مثلا مرض سكر وغير منتظم، يعني سكر صاعد فوق نازل تحت غير منتظم بشكل عالي. نعم. يضطر انه ياخذ ابر انسولين، ما يتابع الغذاء، فطبعا في ارقام معينه يجب ان نتبعها، هذه نراقبها ونفحصها عند المريض علشان نعرف هل نقدر نسوي له عمليه الزراعه او لا. هذه نعم. احد الاشياء. نعم. شيء مهم هذا. احنا بالكويت نسبه السكر جدا مرتفعه. مرتفعه صحيح. صحيح، وانا يعني اتعرض حق هذا الشيء، وايد ناس عندهم. طبعا انا بس احب اقول لهم شيء مهم وايد، ان دكتور احنا ما راح نسوي زراعه، لا الاجابه هي بين لا وبين اي. فنقول لهم لا في الوقت الحالي، اذا كان السكر غير منتظم، السكر عالي جدا، احنا نفضل ان احنا ما نسوي الزراعه، لان بالنهايه التئام الجروح والتئام الزرعه في العظم فيها بطيء. مشاكل كبيره. نعم. نعم. ولكن نقول لهم الجانب الثاني، نعم راح نسوي لكم اذا تم استشاره الطبيب المختص بالسكر، تنظيم السكر بطريقه نصل فيها الى الانتظام. اذا وصلنا الى المرحله هذه ممكن ان احنا نسوي زراعه الاسنان. والدراسات الابحاث كلها تبين ان الشخص اللي عنده سكر ومنتظم، نعم، التئام الجروح عنده كانه شخص طبيعي ما عنده سكر. ممتاز. الحالات الاخرى اللي ما تقدرون تسوون لها ممتاز. زراعه شنو هي؟ وايد مهم المدخنين، لا يزعلون مني. المدخنين بشراهه هذول ما نقدر نسوي لهم ايضا، لان التدخين ايضا يؤثر على مناعه الجسم، يؤثر على ايضا التئام الجروح، التئام الزراعه في العظم وفي اللثه. فلذلك احنا دائما نقول لهم اذا كان مدخن ما نقدر نسوي لك، لان الحين انا اقول لك وبكل صراحه وبكل امانه يوني مدخنين انا ما اسوي لهم، يعني انا اتردد دائما اذا كان شره لا يمكن اني انا اسوي العمليه. نعم. الا في حاله خاصه انه هو يحاول ينزل التدخين يقلله. السؤال دائما زين ايش كثر انا اقلل؟ الى اي مرحله؟ نعم. فهو طبعا في اجابه، والاجابه تتفرع الى شقين، هناك دراسات اوروبيه، دراسات امريكيه. الدراسات الاوروبيه تقول يعني اذا كان 10 سجاير او اقل ما في مشكله، قد يكون هذا الحد الفاصل لزراعه الاسنان. الدراسات الامريكيه لا اقل، ان تقول 5 سجارات باليوم. نعم. اي فهذا هو الحد الفاصل ان احنا نقدر نسوي الزراعه. لكن انا اقول لك الشيء المهم اللي انا اتعرض له دائما ان في مدخنين يقول لي انا رفيجي سوى زراعه وسوى له في مكان الفلاني كذا كذا وما في شيء. طبعا احنا اليوم نتكلم جهاز المناعه نفس البصمه. صحيح. يختلف من شخص الى شخص. انا ما اقدر اضمن ان انا اسوي لك وراح تنجح الزراعه. نعم. فلذلك احنا طبعا عندما ناتي ونشتغل شغلنا كله متعلق في الدراسات والابحاث العلميه. البحث العلمي يقول لي اذا انت تعديت هالحد راح تزيد نسبه الفشل الى 30-40%. نعم. فلذلك طبعا لازم اراعي هذه الدراسات في شغلي. اكيد. وهذا طبعا هو المقياس اللي احنا دائما فانا هذا اجابتي لهم، يعني انه نعم. مو شرط، يعني يمكن هو جهاز المناعه يكون عنده افضل في امور مختلفه. فتختلف من شخص الى اخر. احنا نفس الشيء اليوم، ناس لاقيهم يدخلون تدخين وناس يعني عاشوا 70 80 90 سنه هم يدخلون ما فيهم شيء. صحيح. وناس 30 سنه نعرفهم الله يرحمهم توفوا بسبب التدخين. صحيح. فلذلك نفس الشيء يتعلق ايضا بالاسنان، لا يمكن ان نفصل
الجسم سبحان الله كله متصل في بعض. نعم. الأسنان وجميع أعضاء الجسم كلها تؤثر على الثاني. أكيد دكتور. بالنسبة للعمر، شنو هو العمر المناسب اللي ممكن هو يسوي فيه زراعة الأسنان؟ نعم. هل ممكن كبير السن يسوي زراعة أسنان؟ هل ممكن صغير السن يسوي زراعة أسنان؟ أي. احنا طبعا الحد الفاصل بالنسبة للعمر بداية خلينا نقول 18 سنة هو الحد الأدنى. طبعا ليش 18 سنة؟ لأنه الفك في مرحلة التطور يبتدي يكبر إلى فترة معينة تقريبا يوقف، فلذلك احنا نقول عند 18 سنة. نعم. يمكن البنات شوي أقل، خلينا نقول 17 أو تقريبا، الأولاد لا لازم 18 نفس ما قلت، هو سبب الفكين وتطورهم خلال الفترة هذه، هذا العمر. أما الحين بالنسبة إلى السن الحد الأعلى، ما في حد أعلى. نعم. لكن الحد الأعلى فيه له مشاكل. وين المشاكل؟ ترجع إلى الحالة الصحية للمريض. يعني طبعا مع تقدم العمر هناك امراض متعلقه في تقدم العمر، لازم نطالع مره ثانيه السكر، امراض القلب، امراض الادويه اللي ياخذها المريض، كل هذه التعلق. فلذلك انا دائما اركز ان مرحله التشخيص خصوصا في زراعه الاسنان هي المرحله الاساسيه، المرحله المهمه، هي المرحله اللي راح تعطيني نظره الى المستقبل، انا شنو راح يكون، هل اني انا راح انجح او لا. لذلك يجب التركيز على مرحله التشخيص، تشخيص الحالة في بدايتها. نعم. وهذه هي اللي راح تعطيني نسبة نجاح أكثر طبعا. نعم. نعم. دكتور لو تشرح لنا بشكل مثلا مبسط ويفهمه المشاهد أيضا، شنو هي مراحل زراعة الأسنان، عملية زراعة الأسنان؟ تمام. احنا بالنسبة حق الزراعة هناك مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى وهي المرحلة تقريبا المهمة واللي هي تهم المريض أكثر شيء، ما أقدر أقول شيء لأن دكاترة التركيبات راح يسألون، طبعا اثنين نكمل بعض بس، ولكن المرحلة هذه ليش أنا أقول مهمة؟ لأن المرحلة هذه يتم فيها تحديد هل أنا أقدر أسوي زراعة أو لا، المريض هل يتردد في الألم أو ما يتردد. نعم. وهذه كلها طبعا في التشخيص، هل أنه ينفع أن احنا نسوي له زراعة أو لا. المرحلة الأولى هي المرحلة الجراحية، يتم فيها غرس الزرعة في العظم. نعم. ومرحلة الانتظار تقريبا تراوح خلينا نقول من شهرين إلى 4 أشهر على حسب الحالة. يعني هذه المرحلة الأولى، نغرس الزرعة في العظم، هذه المرحلة الجراحية. نعم. وبعدين ننتقل إلى مرحلة التركيبات، ويتم تركيب السن لتعويضه فوق الزرعة، هذه المرحلة الثانية وهي نسميها مرحلة التركيبات الثابتة. نعم. فهي مرحلتين تقريبا، المرحلة الجراحية ومرحلة التركيبات، هذه باختصار يعني بالنسبة حق مراحل زراعة الأسنان. نعم. وإذا بنتكلم عن المواد المستخدمة، المواد اللي تستخدمونها خلال هذه العملية. هو الحين بشكل عام المعدن اللي مستخدم في زرعة الأسنان هو التيتانيوم. طبعا هذه مادة تم استخدامها من الستينات وأثبتت نجاح وفاعلية كبيرة، لذلك احنا مستمرين في استخدامها إلى هذا اليوم، ما كان فيها مشاكل، الجسم ما يرفضها، فلذلك هذه المادة الأساسية المستعملة في زرعة الأسنان. مادة التيتانيوم نفس ما قلت أنا تم استخدامها من الستينات، طبعا كان في ابحاث بدايه قبل يستخدمونها على الناس ان ما يكون فيها اي تفاعل مع الجسم او رفض او حتى بالنسبه لجهاز المناعه انه يرفضها، ولاحظوا ان هذه الماده فعاله وما فيها اي مشاكل تسبب بالنسبه حق المرضى. نعم. طبعا هذه من الجانب يعني الجانب الفني بالنسبه حق زرعته. طبعا هناك في الحين ابحاث جديده في يعني مواد جديده قد راح تكون موجوده متوفره بالمستقبل، هي موجودة حاليا بس يمكن انتشارها مو واضح، بس الزركونيوم مثلا هو طبعا معدن لونه أبيض، فأتوقع السنين القادمة أيضا راح نلاحظ طفرة جديدة أيضا في زراعة الأسنان. نعم دكتور. هذا بالنسبة لموضوع زراعة الأسنان. الحين لو بنتكلم أكثر على اللثة وتوريد اللثة، شنو هو علشان يفهم المشاهد؟ تمام. احنا الحين اول شيء لما قبل ان نتكلم عن توريد اللثه نتكلم ليش نبي نورد اللثه. طبعا احنا في يعني بعض الناس نلاقي عندهم لثتهم تميل الى اللون الغامج. صحيح. او البراون او الادعم. فطبعا هو السؤال ليش هذا يصير؟ هناك اكثر من سبب. السبب الاول قد يكون سبب طبيعي، احنا اليوم قاعد نتكلم ان الخلايا الصبغيه الموجوده في اللثه نفس الخلايا الموجوده على البشره. نعم. هناك تدرج في البشرة الناس مختلف، رينج كبير. صحيح. نفس الشيء باللثة،
فبعض الناس وهذا يكون طبعا لون طبيعي واللون الغامج، يعني هذا ما يشكل لا مرض ولا شيء، نعم. مجرد حالة طبيعية. رقم اثنين، قد يكون هناك بعض الأدوية تم استخدامها، زين، هذا قد يسبب في بعض الأحيان تصبغ اللثة. الشيء الثالث مرة ثانية نرجع له، اللي هو التدخين. المدخنين دائما، مو دائما بس أكثر الناس يكون عندهم يعني اللثة التصبغ، نعم، صحيح. لأن النيكوتين ينشط الخلايا الصبغية الموجودة، فلذلك نلاحظ عندهم اللثة تكون غامجة. طبعا هني إذا هني بنفس ما قلت مرة ثانية نرجع إلى حالة التشخيص، نشوف شنو السبب. وفي أغلب الحالات إذا كان السبب طبيعي أو ناتشرال، هني طبعا نعرف أن توريد اللثة راح تكون عملية ناجحة، نعم، وتحويلها إلى اللون الوردي اللي يكون لون متناسق مع لون الأسنان، نعم. فطبعا هذه هي بالنسبة حق توريد اللثة ومتى نستخدمها، نعم. فلذلك نعرف السبب وعلاجه يكون بسيط، ما في أي مشكلة يعني. نعم. الدكتور، نصيحة منك لمشاهدينا اللي قاعد يتابعون، شلون يقدرون أنهم يحافظون على أسنانهم ولثتهم؟ المهم طبعا الفحص الدوري عند طبيب الأسنان هذا جدا مهم، وأنا أركز أيضا على استخدام خيط الأسنان وفرشة الأسنان. وأنا رجع يعني أركز دائما أن لما تروحون عند طبيب الأسنان خلي يوريكم شلون تستخدمون خيط الأسنان، نعم، وحتى الفرشة. أكثر الناس يقولون أنا أعرف، لا لا، لازم الدكتور يوريك، لأنه دائما نكتشف أن في أخطاء وعدم استخدام الخيط بالطريقة الصحيحة. نعم. كل الشكر لك الدكتور أحمد عباس أكروف، استشاري أمراض وجراحة اللثة وزراعة وتجميل الأسنان، على مشاركتك ووجودك معنا اليوم. كل الشكر لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك. مشاهدينا، احنا مستمرين معاكم من بعد هذا الفاصل.